لقد من الله على الكويت بأن جبل أهلها على حب الخير ومساعدة المحتاج وإغاثة الملهوف واستضافة عابر السبيل وإكرامه حتى في سنوات ما قبل النفط، فاشتهرت بذلك وذاع صيتها حتى بلغ أقصى بقاع الأرض، وكان ديدنهم التعاضد والتراحم فيما بينهم، ممتثلين لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. يتجسد أمامنا مثال على ما كان عليه أهل الكويت من حب للخير ومساعدة للمحتاج، حيث سطر المؤرخين بأقلامهم الأعمال الإنسانية الخيرية التي نحن بصددها هنا، وحفروا اسم صاحبها على الجدار الشامخ لصرح العطاء والبذل الكويتي، وهو المحسن عبد العزيز بن محمد الدعيج رحمه الله 1840 للميلاد 1936 للميلاد، وما كان يقوم به من أعمال البر وبذل المعروف للفقراء والمعوزين وسعيه الدؤوب في تفريج كربات المكروبين. عاش المحسن عبد العزيز الدعيج رحمه الله بزمن كانت فيه قطرة الماء تأخذ جهدا عظيما للحصول عليها، وكان توفير المياه العذبة يعتبر أزمة من الأزمات الكبرى التي تواجه سكان الكويت في تلك الأثناء، وكانوا يضطرون لجلب الماء من خارج البلاد لكونها تقع في أرض صحراوية خالية من الأنهار والعيون، ولا يوجد بها حتى نبع صغير عذب يصلح للشرب. ففطن رحمه الله لعظم هذا الأمر وهو في سن مبكرة، فدأب على وضع غرشة جرة صغيرة بها ماء بجانب باب منزله من الخارج ليطفئ المارة ظمأهم. في العام 1293 هجرية 1876 للميلاد، وضع رحمه الله إناءين كبيرين من الفخار حب وملأهما بمياه الشرب العذبة للمارة ليروي ظمأهم في الظهيرة ويطفئون به لهيب حر شمس الكويت، وأعلنه سبيلاً خالصاً لوجه الله تعالى ليكون بذلك أول سبيل ماء على أرض الكويت وبهذا الحجم. وسرعان ما تحول هذا السبيل إلى شريان للحياة على أرض الكويت الطيبة بعد أن توسع وأصبح مورداً لسد حاجة السكان من مياه الشرب. ولتزويد هذا السبيل بالمياه بشكل دائم، قام رحمه الله بشراء أرض في منطقة الشامية وحفر بها 40 بئراً للمياه العذبة، ووظف مجموعة من الرجال المشرفين والعاملين للمشروع، وخصص لهم عدداً من الإبل لنقل المياه يومياً إلى الموقع الذي نقف عنده اليوم، والذي أطلق عليه لاحقاً حي بن دعيج نسبة إلى السبيل، وكان يعرف سابقاً بسوق الماء، حيث كان يباع الماء المنقول من السفن القادمة من شط العرب إلى الكويت. ولتلبية حاجة الناس المتزايدة للمياه، قام رحمه الله بتوسعة السبيل وبناء بركتين كبيرتين للمياه، واحدة بموقع السبيل الحالي
وكانت تملأ عن طريق الإبل التي تحملها من آبار الشامية، والبركة الأخرى وكان موقعها بالساحة الداخلية لمنزله الحوش، والذي كان يقع بجانب السبيل تماماً وتملأ بماء المطر، وكان حجم البركتين يتسع لخمسين ألف جالون للبركة الواحدة، لتكون هذه البرك بمثابة الاحتياطي الاستراتيجي للمياه عند أهل الكويت في تلك الفترة. ولأن المحسن عبد العزيز الدعي رحمه الله أراد أن يكون العمل خيرياً محضاً، وأراد به وجه الله تعالى ونحسبه كذلك، فقد بارك الله بالمشروع حتى أصبحت البقعة التي بها السبيل سوقاً رائجة بسبب توافد الناس عليها، وخاصة المتجهين من منطقة شرق إلى سوق الكويت والعائدين إلى بيوتهم، وازدحمت منطقة السبيل بأهل الكويت لدرجة أنهم كانوا يضطرون في المواسم إلى توجيه الناس للدخول إليها من خلال طريق باتجاه واحد والخروج منها من طريق آخر باتجاه عكسي بناحية أخرى، وباتجاه ما يعرف حتى يومنا هذا باسم دروازة العبد الرزاق الشهيرة. واستكمالاً لأعمال البر والخير، فقد أوصى المحسن عبد العزيز الدعيج رحمه الله قبل وفاته بوقف 9 بيوت و3 دكاكين بناها خصيصاً ليتم الإنفاق منها على السبيل، مما زاد الموقع بركة وازدهارا وأهمية. وامتدادا لأعمال الخير، حتى غدا سوق بن دعيج معلما بارزا في تاريخ الكويت، بل ومن أهم الأسواق الشعبية والمواقع التراثية فيها، علما بأنه نتيجة للتطور العمراني الذي شمل معظم مناطق البلاد، فقد هدمت أجزاء كبيرة منه عام 1968 للميلاد. وحفاظاً على هذا الوقف، فقد أوصى رحمه الله أن يتولى إدارتها ابنيه صالح رحمه الله، ومن بعده عبد الرحمن أطال الله في عمره، ثم استلمت إدارتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في العام 1966 للميلاد. وبعد إنشاء الأمانة العامة للأوقاف انتقلت إدارتها إليها حتى يومنا هذا، وقدمت أصول هذا الوقف الخيري وعقاراته المخصصة للصرف على السبيل، فأصبح مئات من السبل منتشرة في جميع مناطق الكويت بدلاً من سبيل واحد. بسم الله وعلى بركة الله، نضع حجر الأساس لمشروع سقي الماء تسبيل الماء على نفقة الأمانة العامة للأوقاف وقف عبد العزيز محمد دعيج رحمه الله. فتحول هذا الغرس المبارك إلى شجرة عظيمة من أعمال البر الوارفة التي يستفيد منها آلاف البشر. رحم الله المحسن عبد العزيز بن محمد الدعي رحمة واسعة، وأجزل له الأجر والمثوبة، وجعل كل أعماله في ميزان حسناته. بعد الجولة التاريخية هذه في قصة العطاء حول قطرة الماء التي كانت ولا تزال في عصرنا هذا تعني وتعادل الكثير والكثير، نجد أنفسنا كأجيال لاحقة ملتزمين لتخليد وتوثيق هذه الأحداث العظيمة، ونقف هنا أمام هذا المشروع، مشروع إعادة تأهيل سبيل بن دعي، لنجسد قصة العطاء هذه. وأين نقف؟ نقف الآن في سكة بن دعي نفسها وفي ساحة الماي موقع السبيل الأصلي، فيهدف هذا المعلم إلى تخليد وتوثيق أحداث هذه القصة، وليكون رمزاً يجسد روح العطاء، وذلك من عدة وجوه. أولاً فهو موقع السبيل نفسه، والعقارات التي أوقفها
رحمه الله، ومنها دكاكين كانت تقع في سوق بن دعي الحالي. فهذا من أحد الوجوه المهمة الناحية الموقعية. ومن الناحية الثانية المكونات اللي تتكون منها هذا المشروع من قراش وحبوب والبرشة الأصلية، كما يمثل تحفة معمارية وتصاميم متغلغلة في تاريخ الوطن العميق. وهو معلم ومتحف يحكي قصة العطاء منذ نشأة السبيل، وأخيرا وليس آخرا يعكس فكر ومعاني في التنمية المجتمعية، مما ترتب على ذلك إنشاء السبيل من رواج اجتماعي واقتصادي. نأمل أن نكون في هذه اللحظات قد أدينا جزء ولو بسيط من حقوق روادنا الأوائل فيما امتد لنا من خير كثير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.